مع اقتراب موعد المونديال، فالكل يبحث عن وسيلة لمشاهدة مباريات كأس العالم. اليوم سأريكم طريقة تضمن لكم مشاهدة كأس العالم بجودة عالية. الكل يعرف قنوات السعودية بيوتكار لا أعرف الاسم جيدا، لكن سأريكم الطريقة للمشاهدة. سنقوم بنسخ هذا الموقع بهوت كيو الرياضية. سندخل، سيعطينا you don't have permission to access live on this server. لا يمكن لأننا لا نعيش في السعودية، لكن سأريكم طريقة كي تشاهدونها. سنأتي ونقوم بتشغيل ال VPN، برنامج ال VPN. سيساعدنا في مشاهدة هذه القنوات رغم أننا نتواجد في بلد آخر. ننتظر أن يفتح. هو يفتح الآن. هنا مود لوكيشن، سنختار مود هيومن بلازما ونختار السعودية. السعودية العربية، ونفعل كونكتي. ننتظر. هذا برنامج جميل من أجل VPN، سأترك لكم الرابط في أسفل الشاشة. الآن يقول أننا قد اتصلنا VPN سعودية عربية في الرياض. الآن سنفعل اكتياليزي للصفحة. كما ترون هي قد عملت معنا رغم أننا في بلد آخر. كي تتأكدوا من أنني من صحة هذا الموقع، يمكنكم الآن ملاحظة الوقت والتاريخ. أنا في المغرب وهذه السعودية، 3 ساعات من الفرق. الآن تجدون جميع المباريات لكنها لا تشتغل حتى موعد انطلاق المباراة. سأتعامل معكم بدون تقطيع إن شاء الله.